جاو 30 دريال الشاردين 30 درهم البزو تونينا بطل مغا والله خريب ابليشي جاو 30 دريال وبطل بطل بطل بطيلة وانا ما كاري ما شاري ما عندي دراري هو بطل الله خريب ابليشي ما ديالي عرف والد وعرف عرف المرا وبطل بطل الله خريب ابليشي شوف الطاري طاري 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 اشتركي عملت ابش قايلة ولدي شنو هادي باش قايل؟ هادي هادي شحال كيعمل؟ هذا البزو 30 درهم عمي ديال وشحال كيعمل ايه سردين؟ هادي سردين سردين شحال مقاين ولا 36 دريال 18 درهم انا عمي واحد 3 الكيلو عمل لي الله خايب ابلاشي 3 الكيلو عمل لي واحد 3 الكيلو من عندي هنايا حتى هنايا او غيجي عندك العيل ديالي من هنايا دابا عمي ديالي 3 الكيلو صافي غيجي عندك العيل ديالي اعطيها له صافي خلصني هنايا قلت شما عمي ديالي الله يرضي عليك شحال عندي 100 درهم 3 الكيلو 30 درهم 9000 فرنك ياك 9000 هاك يا ولدي هاك صافي عمي ديالي 10 دراهم ديالك ولا احتاجي لها ونعطيه 10 دراهم اه خليها عندك نقيها نقيها فهمتي صافي عمي ديالي كون هاني كون هاني كون هاني عري عليك يا ولدي اه باقي طيب صافي يلا والله العظيم الا من البحر عندك عندي مشكل يلا 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 يا صافي عمي ديالي كون هاني يا ربي الله وين اللي خسر لك صافي يا ربي يا عمي ديالي اه طيب صنداق لك صافي الله يعاونك ابزق 30 درهم الشاردين ما بقى والو قرب المرا قرب قرب صحيح الولد ثم بخير ثم بخير يما ديالي الحمد لله الحبيبه ديالي احنا هنا قول لي يما ديالي هذا ماشي الشغال هذا البزوق البزوق عينه حمار هذاك عابل كيف ما دياش الى العينين يما ديالي بوحدك اللي كتبيع الحوت هنايا انا بوحدي كنبيع الحوت هنا يما ديالي ما والو عينه حمار هادشي اللي عطا الله يما ديالي هادشي اللي بقى الناس كامله دات الحوت انت بوحدك ما عجبكش مشي يما ديالي صافي انت كتبيع الفلوس لعباد الله شي فحالك يما العينين ديالو بعد مني تلاقى مني شي مس شي مس عنده حد شي الله يعاون الله يعاون الله امشي بيع الحشيش تسمى تبيع هاد الشيء هذا امشي الله يعافيك حكم عيب الله امشي الله يعافيك اسمح لي قول له لا 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 ما بايعش الحوت امشي امراه انا بياشة عباد الله شوف انا بياشة ما 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 الحبيبين امشي في حالك امشي الله يخليها يشلها هاد بجوق هاد الشاكدي تونينا الشاكدي النشوة وتونينا حتى هي النشوة والبجوق ويجن ويجن البجوق انا خاي السلام عليكم عليكم السلام اخي شي الحوت خلاهم با هنايا شنو خلا لك باك هنايا شي الحوت اللي قلت موراهم لا والو ما خلاليش يا اخي الشاهد عليا انت الحين ما كيبيع الحوت هنايا ما خلالي حتى شي السلام عليكم دابا عيتك دابا عيتك مغطس مع راسي مشي في حالك الله يرحم يمك انا با اللي وسط انا باك ما جاش وانا باك ما جاش عندك صنبها قلك صافي باك ما جاش عندك صافي اسمح لي السلام عليكم يلا طويله عندك الدم مشي في حالك مشي في حالك مشي في حالك هاك غواصه ما جينا عندي تقول لي بعد ما قطني واحده غتجينا عندي فينا الو جاي ديالي فيها مضخمه مع راسك الحمد لله الله يرحم بابك احنا هنايا جبرتينا اه خدام تاحت في الديوان اه صافي واخ انا ملي نطلع نعيط لك الزين ديالي صافي اي لاف يو اي نيد يو تا الله الله يرحم يمك تا الله استغفر الله شاهد وشاهد وحبيبي اي لاف يو اي نيد يو الخوه ديالي لا دقيقه الله يرحم يمك اي شاهد انا بزق 30 درهم في الشهر 36 درهم الله يرحم يمك ما تطرش الله يرحم يمك يا كرام امشي عند خا احمد كلابي خما شبرتو شي امشي عند مستعطف فوشي بلي صافي صافي ما تطرش الله يرحم يمك اخي شاهد هاني هاني كيف الدكه 45 درهم في الشهر هاني هاني يا خاوي صافي الله يرحم يمك اخي شاهد هاني يا خاوي رجعني الماضي دلعود رجعني العينون دلعود هاني هاني ثلاثين درهم كلشي كلشي ثلاثين درهم المرأة والعربي وبنادم المرأة اجي 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 غنهضر معاك غتشوف المرأة الله يهنك الله يهنك يدي من عنده هاد الحوت هاد أنا الولد أنا الوالد أنا الوالد أنا
أمر الواد ملي شحال عندك في وجهك المصا ولا دابا الله يهدينا وصافي كلي أمر الواد ملي شحال كدائن هذا 30 درهم الوالد 30 درهم كتبيع لي الكلام ولا لي 30 درهم لا 40 ديالو لي نص ربع كيلو من هذا وهذا شحال بحال بحال 40 درهم خصك 4 4 4 1000 فرنك بابا شحال ندير خاصه عليا الكميه ديالك ملي ربع ربع الله يديك شوف لك الولد شوف لك الولد شوف لك من تونين بالكيف ومش دقي لي انا الحوت ديال الاسلام هو هيدا عجبتك خلت خلط لك كل شيء اللي جبتيه مخنفرك خلطو دابا شنو انا ملك شنو انا ملك ملي ربع كيلو ربع كيلو واغسل يدك الله يجعلين ودا ايش الحوت هذا بارك الوالد شوف حالك ما تواليش عندي نادك مشي في حالك انت لا قد مشي في حالك مشي في حالك ما تادينيش مشي في حالك شيش او بيع الغاب قاعد بطغي ولا يا صاحبي مشي عندي نطيحك مشي الله مشي مشي تمرطونا انا يلا كرهت هاد الخدمه غير بالسبب ديالكم اصاحبي قبلك صافي بنادم مرتك صافي ما تعصبش راسك الله يرضى عليك هذا بنادم كيجيب لك بنادم كتبان له غنطه في الطريق صافي الله يرضى عليك انا ما تعصبش راسك اصاحبي مشي بحالك مشي ما اديني شي مشي بحالك قول لي شي مشي بحالك مشي بحالك قول لي شي مشي بحالك اصاحبي اجمع لي ديك الحوت اللي هنايا زعما مالك اصاحبي مشي عندي اصاحبي ديك الحوت اللي هنايا صافي اجمع لي هذا الشيء باش ندي اجمع اجمع نديو هذا الحوت ماشي مشكل لا حول ولا قوه الا بالله كان هذا من تينا كان تمسح صافي جمع لي الشيء اللي باقي تما الله يرضى عليك والله انا وزدت لك واحد 3000 كيلو هنايا جمعت هذيك الحفره فينا شحال عندي انا جمع لك حساب الوالد دابا يا الله يرضى عليك المراه والعيال اللي يستناو مرطه مرطه ذكر مرط تعرف شنو نقول اودي جمع لي الحفره صاحبي بقى نقول لمرات ولا خراخ وما خايبه راه هبطت مرطنا ولا جمع لي ديك الحفره صاحبي هذا منكر هذا ماشي الاذم يا صاحبي هرب شويه هرب شويه هذا اجمع لي هرب شويه هرب شويه هرب شويه هرب شويه نضطر ندخل هز عليا العربي في هاد البيع والشرا ديالو في الطوبه اجمع اجمع او ما هنايا عندك 100 درهم ثلاثة في جوج هاك 100 درهم هاك هاك صافي امشي بيع الطلاسيون ولا بيع الغبرة ولا بيع الحشيش الله يحرق الشيطان حرام اي شيء على السلامه اخي العربي صافي كل شيء هو هذا كنشوف الشاليه تيقوم اطفال ديالي اخي ما جبتش كلابي خاو ما جبتش فوسيلي قال لك شالت لهم مع بعضهم وداتهم اماندش اماندش يا مان اش طافيك كتجمع بالخطاك بالياش وليت حيحت له معاهم اي حيت له معاهم ودينا هذوك دائما كيديوهم هادشي كامل كيعقل عليهم حتى شي واحد اصاحبي كامل على شونيته هي هذيك ياك الخاوه بسبب هو هذاك الخاوه ديال اي خلي عندك هادو واخا ارحم يمك الخا انا يا صبار اصاحبي صافي شالينا نمشي بحال ورحم عمر مات عمر شالينا وصافي اجينا عندي القهوه دابا انت سميت وانا مريح في القهوه صافي الله خسار شالينا هاني يا خسار هاني يا خا هاني يا خسار بيبا خا 13,036 على صفاقانك صندوق خلي هيدا ميكات الكيف دكة فايفة تغيف ثلاثة الواقع باللي بقوش دماغ بوقف هذا مال بنحسب هذا الحساب كاع مع الخرج واقيف شاهد الكاماكيكو اجي انت الكوات كنسرد لك دخلي كتقول له ما عطيتك حتى شي حاجه علاش الوالد ديالك لا بشوف شنو جيت قبيله شنو جيت ديت من عندك هنايا عفا عليك كيمي اسمح لي وصافي نشيت والله كيفاش اسمح لي دابا نتوما كتفلا وكتحشو كتنساو كل شيء اقسم بالله الوالد الا زعما غير اسمح لي فهمتيني خليت واحد العشيه هنايا مشيت نجيب الكفايده علاش ملي جا العيل ديالي من عندك هنايا كتقول له ما عطاني حتى شي واحد شي حاجه العيل ديالك هذا العيل ديالي هذاك لا جايني بحايل فهمتيني هو باقي صغير تعامل معاه بالطريقه ديالك ماشي انت داك تخلعو تخلع عباد الله هنايا اسمح لي انا ما شحابليش ما شحابليش فهمتي ولا شني زعما صافي كتدز حتى لو بنادم هنايا بالفورمه ديالكم ولا ما شحابليش اش عندك وانا حياتك كامله اش عندك يا صاحبي ما تخلعنيش يا صاحبي مالك تنفخ عليا هنايا بحال تونينا ما تنفخش عليا هنايا بحال تونينا سمعتيني ما تنفخش عليا هنايا بحال تونينا فهمتيني كضرابيه كنضرب ونزيد نخسر لك الكماره ديالك نخسرها لك كضرابيه كنضرب اش عندك صافي صافي شاتوني لا صافي عمل هيدا تفرق عليا هنايا صافي شاف
انسان يجي عندك يعطيك الحاجه كل امين دابا فلوسك صافي اش معنى دابا انا جيت عند يعطيك الفلوس باش تردهم لي الفلوس ياك نخلي ولادي بالجوعان هيا تاع الغاله تاع عمي ديالي ولا لا خذاك الفلوس طلع صافي شاتو لله اش معنى ما راه هلا وكون امين عطاك شي واحد شي حاجه كون امين كون مسؤول على واحد حاجه كون مسؤول على واحد حاجه الله يا اخي شوف كامل مضروب كامل مضرب هنايا ضرب هنايا وسنانك كو حرف حرف بيانو الدوغوف جوينتات شقوفة شعشة الكريمين تراباخو مشاكل دولة جادت ساعة وضغو ساعة ساعة مشاكل دابو ساعة حيحة دابو ساعة الكريمين دابو ساعة الدولة وزادت ساعة الضغو دابو ساعة الكريمين دابو ساعة مشاكل دابو ساعة حيحة ساعة ساعة مشاكل